يعني كخبير في كرة القدم الوطنية، واش غادي تقدر تكون شي ظروف أفضل كيف ما كيتصوروا الجماهير وكيف ما كتنتظر الجماهير؟ واش دابا تطلب مني تنجيم؟ لا ماشي تنجيم انا، تنجيم هذا؟ لا ماشي تنجيم انا، افضل المعطيات لا، لا اعرف من سيترشح للوداد، لا اعرف من سيرأس الوداد حقيقة، رغم ان كل المؤشرات تدل على ان مجيد البرناكي هو من سيكون رئيس الوداد. ما عرفش الحقيقة المالية للوداد خلاف الرجاء، الرجاء عندك ليه الشيفر فوق ما بغيتي، وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق منذ الزيات، منذ الزيات الى زدنا من بعد البدراوي واحد 3 سنين اخرى ما يبقاش رجع بحال الوداد منذ معسكر العيد، منذ معسكر العيد الذي حرم، اللي انا بالنسبه لي مجيد البرناكي من معسكر العيد، انا بالنسبه لي مجيد البرناكي تعرفوا حق المعرفه، راجل مثقف، راجل تعرف شنو يدير، راجل مستف دمغيا، وبالتالي اولا شحال هي المشاكل الحقيقيه الماليه للوداد، ثانيا واش ياخذ المكتب الموسمي المقبل الوقت باش ياسس لنا فريق تنافسي ليونيو 2025 ولا يبقى يديها في النتائج الانيه بسبب ضغط الجمهور. انا لو كنت وداديا لا فكرت فقط في كاس العالم الانديه اللي تجرى في الولايات المتحده، لان يمكن تنقد الماليه للوداد لعشر سنوات، حيت غير المشاركه فيها ما عرفتش شحال مليار، 25 25 لا بزاف، 25 مليار زعما غادي تمشي، سمعت انا 25 مليار لا بزاف، لا بزاف، حيت حنا المغرب وصلت نهائي، سمعنا وصلت نهائي كاس العالم خدات 27 مليار، لا لا ما كاينش هادشي، بعيد على هادشي، المنتخب المغربي وصل نصف نهائي كاس العالم 27 مليار، خدا 27 مليار، لا بعد تنقد الوداد ماليا، إلى بقى الضغط ديال النتائج الآنية الوداد غتزيد تعطل، واعي ما اقول، الوداد تمر بمرحله انتقاليه، هاد النتائج بعد سيطره مطلقه لمده 9 سنوات، تفضل هاد النتائج هادي ما يكون استسلام من اللاعبين فاش يشوفوا لو طابلو، تيشوفوا الجيش والرجاء تقريبا فرد ولا لا أدون. ولا تقنيا ما قادينش يزيدوا، لا ذهنيا ما قادينش، ذهنيا تقنيا ما كاينش شي واحد يجي يشرح لي اليوم ان الوداد ما عندهاش لعيبه كبار، هاد اللعيبه كلهم حطوهم في السوق يتباعوا كلهم الفرق كبار، وبالتالي ما يكونش مشكل ديال التوظيف ديال اللاعبين داخل اوقات الملعب ديال لي شونجمون، مشكل ذهني محض محض. انا بالنسبه لي انا لا املك العلم، انا املك رايي، نعم انا بالنسبه لي مشكل ذهني محض ديال الوداد،